ذكر انه اتقال من ضمن الكلام اللي اتقال ايضا الايام الماضيه، وحضرتك طبعا اكيد يعني اذا كان تم طرح هذا الامر، انه لو ما دفعتش او ما سجلتش لا عندك كهرباء ولا عندك حاجه، وهنقطع عنك الميه والنور، وممكن ناخد البيت منك. الكلام ده مدى دقته؟ لا طبعا كل الكلام ده غير صحيح، خاصه ما يتعلق ب ان هناخد البيت. الدوله هتصادر المباني والوحدات السكنيه للي ما دفعش ضريبه او للي ما سجلش. لا طبعا ده غير صحيح بالمره، لكن في جزء صحيح فيما يخص ان القانون الجديد اشترط ان لكي تتعامل مع مرافق الدوله المختلفه من كهرباء ومياه وغاز يجب ان تتعامل بعقد مسجل وليس بالعقود العرفيه اللي احنا جرى العرف على التعامل بها. ودي اهميه التسجيل. حضرتك من شويه كنت بتسالني ايه اهميه التسجيل. نضيف اهميه التسجيل. التسجيل هو ان بدون هذا التسجيل لن تستطيع بعد 6 مارس ان انت تتعامل، او هيطلب منك عند الذهاب لمصلحه الكهرباء او المياه لتغيير حاجه معينه. انا ما بتكلمش عن الاوضاع الموجوده حاليا، يعني الاوضاع المستقره، يعني بنتكلم عن الاوضاع الجديده. يعني بتكلم عن واحد عايز يدخل كهرباء لشقه تحت الانشاء او ميه او ما خلافه، هيروح لشركه الكهرباء هتطلبه ب العقد المسجل. طيب انا في حاليا في شقه وعندي كل ده، هستفيد بايه بالتسجيل؟ هستفيد ان انا لما اجي اتعامل ثاني مع المرافق هيطلب مني ذلك. اي نعم انا دلوقتي كل تعاملي مع المرافق قاصر على اني بدفع فواتير، انا الخدمه موجوده بالفعل والعدادات موجوده، انا بس بدفع فواتير. لكن لو لا قدر الله احتجت ان انت تتعامل مع وضع طارئ اكبر من مجرد دفع الفواتير، تغيير عداد او كل هذا، وذهبت لمرفق الكهرباء قطعا هيطالبك بالعقد المسجل. مواطن معهوش فلوس يعمل ايه؟ معهوش فلوس لايه؟ للتسجيل. لا هو زي ما قلنا لحضرتك التسجيل حده الاقصى الشهر العقاري والتسجيل بنتكلم عن 2000 جنيه، ودول للوحده اللي مساحتها اكتر من 300 متر فصاعدا. هل حضرتك عايز تقنعني ان واحد عنده وحده سكنيه فوق ال 300 متر معهوش 2000 جنيه يدفعهم للشهر العقاري يسجل؟ واللي عنده وحده سكنيه حدها يعني اقصى 100 متر معهوش 500 جنيه يسجل؟ هي دي الرسوم اللي صدر بيها، يعني موجوده في القوانين وموجوده يعني نعم. هذه هي الرسوم اللي بتحصل، وحضرتك هيكون معاك رئيس مصلحه الشهر العقاري في نفس الحلقه، وهيقول لحضرتك هذه الرسوم اللي بتتدرج من 500 جنيه للي 100 متر فاقل ل 2000 جنيه، ودي اللي بتدفع للعقار او الوحده السكنيه ل 300 متر فصاعدا. فاعتقد في سؤال إن ونفسي اتمنى رد لو موجود عند سيادتك، واكيد حضرتك يعني من الناس اللي انا طبعا بقدر واحترم حضرتك وردود حضرتك ومتابعه حضرتك كمان والتجاوب حضرتك على كل الاسئله. ليه نقابه المحامين 1%؟ ليه مش المهندسين كمان؟ طب ليه مش صحفيين؟ طب ليه مش الاعلاميين؟ طب ليه مش اي نقابات؟ ليه ما نديش النقابات كلها كمان زي اشمعنى المحامين؟ العقود بتشترط ان يكون في محامي موقع على هذه العقود لكي او يعني نسير في اجراءات شهرها، يكون في محامي موقع. تمام؟ طيب أنا كشهر عقاري ومحاكم هعرف إزاي إذا كان هذا المحامي هو محامي مسجل أم محامي موقوف أم محامي من يعني مدعي وهو ليس محامي؟ فبنرجع في ذلك إلى نقابة المحامين علشان نعرف ونسألها، وهي تقر يعني تقوم بإجراءات معينة لإقرار أن هذا المحامي محامي مسجل لديها و ليس موقع عليه اي عقوبات وغير موقوف وكل كل كل ذلك. فده من ضمن الحاجات اللي بتبرر. طبعا اكيد في مبررات اخرى، لكن بدي حضرتك مثال لنسبه 1% لنقابه المحامين. ماذا تقوم نقابه المحامين؟ هل ما لهاش دور؟ لا لها دور في انها بتقر وتؤكد وتقوم بالفحص اللازم من ان هذا المحامي مقيدا في سجلاتها، ويعني بتقوم باجراءات بتختم على ذلك ان هذا المحامي مسجل لديها. بقول لحضرتك هذا جزء مما تقوم به النقابه، ممكن يكون في حاجات ثانيه بتعملها انا يعني مش على علم بيها، لكن اديت لحضرتك مثال لماذا مثلا تحصل النقابه زي المحامين على نسبه وعلى اي شيء تحصل عليه.